بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. فكرة اليوم لها علاقة بالتنمر الرقمي أو ديجيتال بولينج. بصراحة يتم الحديث عن هذا الموضوع بشكل واسع وعلى صفحات ومنصات إلكترونية عالمية. طبعا هذا النوع من التنمر موجود وخاصة في أماكن العمل بين الزملاء أو بشكل أوسع بين المدير والموظف. وفي أي حال فإنه ما ينطبق على التنمر العادي أي لا رقمي ينطبق على التنمر الرقمي، وما علينا إلا أن نتخذ الإجراءات نفسها لحماية أنفسنا من التنمر. وأهم هذه الإجراءات هو طبعا مصارحة الشخص الآخر والطلب منه أنه يتوقف عن استخدام لغة التنمر، ومن ثم توثيق كل حالات التنمر، لغة التنمر، توثيق الإيميلات، توثيق المسجز، كلها من أجل استخدامها في شكوى بسيطة إلى المدير الأعلى أو إلى قسم الموارد البشرية. هناك أدلة لازم تكون موثقة وتتعلق بلغة التنمر المستخدمة. فإذا المسألة بسيطة، لا داعي للقلق أو التوتر، وثقوا لغة التنمر، صارحوا الشخص بأن التنمر سيء، ومن ثم الشكوى إلى المدير الأعلى أو إلى قسم الموارد البشرية. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.